في واحد من الربع جاء على حادث على طريق الريم، فانشر وانقلب وهو يسرته، وجعل من الله من الحظ جاء واحد وباشر الحادث مباشرة، كان دكتور. جوك الناس يبغون يشيلون مثل ما قال أبو عمر، قال ولا أحد يتعرضهم إطلاقا، واتصلوا على الهلال الأحمر وجوا وسعفوهم وركب معهم هو، ورجع معهم من الرين إلى القوعية، وفعلا الله عطاهم العافية وكذا. فلو صار عند الولد كسر في الظهر، لو أنه أسعف بطريقة خاطئة يمكن صحيح. ولذلك في واحد إنه جاء على حادث وبقت عليه التركسون ضاغط عليه، يقول الرجال يا ناس تكفون لا تلمسوني، ويجون قالوا الرجال لا تحترق عليه السيارة، اسحب الرجال اسحب الرجال، الله اسحبه، انقطع عندها الحبل الشوكي، خذا له 40 سنة وهو في الطائف. والله انه يقول والله اني اعرف الرجال اللي عاد اللي سحبه رجال نصف متعافي، يقول والله اني عارف ان سببي من هو منه، لو انهم انتظروا الى ان يجي المختص ويجي الدفاع المدني وفك السياره كان ما جل حصل. تقول ابن نواف